خايف من الحبس، الحبس راه ما يمشيو ليه غير الرجاله الشلاغيم، غير الرجاله اللي لابد منهم. مالك لا مشيتي للحبس غتقعد مقهور ولا جيعان؟ وقفتك رانا نلحق حتى ليك، وشرط عليا ما كاين عاد دجاج محمر واللحم بخر والريب البلدي نتهلا فيك. ما تخمم شي والله يديك اللارو وجه الخطيه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. وكي داير العواد؟ بخير. بخير الحمد لله. وفين غادي يا اخي؟ هو غادي يودي عبد اللطيف، غادي يمشي بحال هادي. فين غتمشي؟ غادي نمشي انا وهاد الدرويشه هاد الخوادريه ديالي. اييه تنموتو فشي قند. وعلى ما كاين ما يدار صافي. توقت لهم هو راه والله لا تسفلتي. عيان الوقت. وميتة كاع صافي. حيت وشوف. اييه الا صورت شي درهم لا تسلم ليا. الدراري ديالكم جابوا البهم والله ما باعوهم. لا حول ولا قوة. كاين اللي وحل تما بغار يروح ما لقى فاش يروح. وهاد الحمارة فحال شريتيها؟ هاد الحمارة عطاها ليا واحد، عطيته 80 ريال. باش شريتي هاد الحمارة هادي؟ هاد الدرهم هادي باش شريتها هي والبرعة ديالها. واش داكشي هاز معاك تما؟ هادي هاز واحد شوية البراد والكاميلة وشوية ديال الدقي. واحد خنيشة ديال الزرع لهاد الخوادرية، وهاد الشيء اللي تتشوف ديال الفصة. وفين غادي عادة. فين غادي بالسلامة؟ غادي نتمشى، قلت لك تنموت، غادي ندير الصحراء. أنا عندي ولاد عمي الله يعمر هذا الوخان أشلح. امشي هكا الصحراء زيد عند موالي الجمال، غلبني الزمان ودا عبد اللطيف. والدراري؟ الدراري اللي هنا يردهم في التانا كاع عمي وبا، خلي ما نفوت الدراري. ما لقيت ما ناكله وما صورت والو. ما قديتيش تمشي عند الدراري دابا حيت ما كاين ما دير؟ ما عندي 4 دريال. اش بيت راحي كثير بحال في راسي. داير ماسك ديال الخيار كيبيض الوجه، سمعتها في الراديو. ويلي والله حتى كيبيض الوجه ماسك. وما مغطيه؟ قال لك خصك تغطيه. هانتي ويلي ما قديتيش كيف حالك؟ دير لي سمعت في الراديو صاحبتي. لا شتي خص مرجان نكيت مغارتينو اوان سكن لي احتياطات نغزع ما بي غير وعلى خير نكون على بال نجن كل ديكم ملي اولو قتل لي نقضى مرجان خلصه امسخ طوفوس نسني غاسي الله ارجي ارجي تجبو درت راه ديتاش كي زيرت او يخت بزيز اللي غنى لك اختي كميش كنخص تقمي قنختي كمي لقت اللي تحيد داك مومت اللي افختينو ارتكاثا مغارتينو اللي خصك رغيك هاد غلما كانا افختين تزري ستة ممنوع الخروج يربو ديني مالا تسكر. اقول لك يا العربي
هالفيروس هذا اللي سد القهاوي ووقف الكورة والرجالة في العالم كامل ولاو قاعدين في ديورهم، ما يكونوش العيالات هما اللي مصاوبينه. بسبب كورونا فيروس سيتم عزلك، وعليك الاختيار ما بين اختيارين: الأول أن تبقى مع زوجتك وأولادك، الثاني الثاني. بعد فوق يا أم زكل،